انذار، انذار مرة واحدة يا دكتورة. امال عايزني ابعتله ايه؟ بوكيه ورد؟ جواب شكر؟ انا ما قلتش كده، بس يعني ما تأخذنيش يعني ان انا اتدخل في شغلك. احنا كده كشفنا له نفسنا وعرفنا نيتنا بدري واحنا لسه مش مستعدين. اللي بيزمر ما بيخبيش دقنه، والانذار ده خطوة تمهيدية، والمادة 7845 مدني، بند 135 تنص على ان قد اعذر من انذر. ده الجزء الاول من الخطة المواجهة مع لطفي الشناوي. يا دكتورة ده راجل مش سهل، واول ما هيوصلوا الانذار هيحطنا في دماغه وهيفتش ورانا، ده غير انه هيستف اموره ويظبط ورقه، وده كله مش في مصلحتنا. مش هيلحق. مش هيلحق ليه يعني؟ مش هيلحق ايه اللي هيحوشه؟ هنكبس عليه. يعني هنعمل ايه يعني؟ مش فاهم. وانت من امتى بتفهم؟ قوم روح عشان تجيلي بدري، عايزاك. حاضر يا دكتور، بس عايزاني في ايه يعني بدري؟ هننفذ الجزء الثاني من الخطه. لو بنفس عظمه الجزء الاولاني يبقى عليه العوض. انت لسه واقف؟ يلا روح. ما معيش فلوس اروح. اخس 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 يا ابو الشوق، جرى ايه يا واد؟ ده احنا اخوات. الله، هو انت غريب عني؟ ده انت بتربي في مكتبي، درجي كله تحت امرك. مش تقول معقوله؟ مش انت تتزنق مره وانا اتزنق مره كده يعني؟ 2 جنيه اهو، يلا جنيه تروح بيه وجنيه ترجع بيه. ها، وكما قال اراجون، كثره الفلوس تغريك وتبوظك، فقليل يكفي. ها، فنسمع كلامه، 50 تروح بيها و50 ترجع بيها. يلا. طب انا هاخد ال50 اللي هروح بيها ومش هاجي تاني. مش عايز ال50. ليه ليه؟ ولا عمري عزيت عنك حاجه. خد يا واد، خد يا واد، خلاص ما تقولش لحد. بس انا مش عايز اجي. ده ملف كامل يا باشا عن ساميه محمود الشربيني، دكتوراه في القانون، بليغه، انما كمحاميه فاشله، عمرها ما كسبت في حياتها قضيه واحده. امال بتصرف على نفسها منين؟ لازم جوزها غني. جوزها سيد الشرباسي، محامي على ما تفرج. اونطجي. القضايا اللي بياخدها كلها تعبانة، واتعبوا منها يا دوبك بيصرف منها على البيت. يعني عيلة معذورة وامكانياتها محدودة. انا من رأيي يا باشا ان احنا ما نديهاش اي اهتمام، لان محامية فاشلة زي دي هتعمل ايه قدام كاتبة المحامين اللي في المجموعة؟ لا 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 لا، انا النوعية الفاشلة اللي زي سامية دي بقلق منها قوي اكتر من اي حد، لان ما عندهاش حاجه تبكي عليها. وقضيه كبيره زي دي هتستموت عليها وهتعمل لنا شوشره ملهاش اي لازمه. طيب وايه اللي انت شايفه يا باشا؟ خد الملف ده يا دكتور رشدي، اسهر عليه الليله دي واقراه كويس جدا، شوف لنا نقط الضعف اللي عندها اللي نقدر ندخل لها منها. بس ضروري نبدا في الموضوع ده من بكره. حاضر يا باشا. ياه، الساعه داخله على 12. اطمنت على زياد؟ رجع السرايا ولا لسه؟ الحقيقه يا باشا انا كلمت زياد وقال لي ان هو بيذاكر عند جماعه اصحابه. مسكين الولد ده، بيتعب كتير قوي في الدراسه، بس يستاهل. انا قلت له يدخل الجامعه الامريكيه، رفض ودخل جامعه الحكومه. أصله فقري زي أمه. كلامك يا زياد. نايم 14 وأنا 20 جنيه مني. أنا ده وأنا شاب، أنا معيش فلوس، فلست. وأنت يا زياد جاي ولا الدور الجاي؟ جاي طبعا. وانا 14 جر. ماشي يا عم المحظوظ، كل يوم تقابلنا تاخد فلوسنا. عشان كسبت منك 200 300 جنيه ابقى محظوظ؟ هو ده يبقى اسمه حظ؟ اللي عايش في حاره زي انا ولا موحي ما يبقوش محظوظين. المحظوظ هو اللي اتولد ولا اهله عندهم مليارات، عايش في قصر، ويا حرام في وقت فراغه يجي عشان يتسلى ويضحك ويتفرج على شويه ارجوزات غلابه يتنططوا حواليه، وفي الاخر كمان مستخسر يدفع ثمن الفرجه. ايه الحوار ده يا استاذ حموده؟ لا زياد ما بيحبش السكه دي. ايه بيستعر من غناه؟ حاجه زي كده. وقفت ليه؟ مش هتكمل لعب؟ خلاص كفايه كده النهارده. احسن برضو، خلينا بقى ننزل نتعشى. انا هروح من بدري، مش عايزني في مشوار بكره الصبح. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. من دواعي سرورنا وفخرنا أن يكون اليوم بيننا الاقتصادي الكبير وابن مصر البار لطفي باشا الشناوي. والذي نشكره على تبرعه الكريم لإنشاء معمل للغات والكمبيوتر بالمدرسة. وصرفه مكافآت شهرية للمتفوقين ومساعدته للطلبة الغير قادرين. أنا نفسي أعرف إيه إصرارك يا باشا اللي أنت تجيبني معاك المشوار ده؟ كنت عايز أوريك القصر اللي بنى أبويا واللي سرقته مننا الحركة المباركة واستولت عليه. كانت أوضة نومي في الدور التاني، دلوقتي بقت أوضة الناظر. وإننا نتمنى أن يقتدي كل رجال الأعمال في مصر بهذا الرجل، فحب البلد ووفاء الأبناء وطنه. وندعو الله أن يكثر من أمثاله من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يؤدون واجباتهم الاجتماعية ويمدون يد العون لكل محتاج على أرض مصر. المادة 626 من القانون الجنائي بند الغش التجاري فصل الفواكه والخضروات يتهموك بالغش هتتسجني 24 ساعة. دي قوطة دي؟ ده خيار؟ حقنا ايه؟ كوسة؟ كوسة ايه وسجن ايه يا دكتورة؟ هو ده اللي في السوق، يعني هروح اجيبهم من بيت ابويا؟ ومش معنى يعني الخيار اللي هيبقى عدل، ده كل حاجة خابت امالها يا غالية. لا تلقي بالتهم جزافا، ان الانسان على مر العصور يضع قدره بين يديه. ايدك على باقي العشرة جنيه يلا. باقي عشرة جنيه يا دكتورة؟ هي العشرة جنيه فيها باقي؟ دي حالة قنصرة واضحة وضوح الشمس للعيان يا حضرات المستشارين. والمادة 712 من قانون الجنايات تحت بند الخنصرة بتقول ايه؟ المخنصر يتقبض عليه ويتحبس 3 سنين سجن في حالة تلبسه مخنصر. وانت مخنصرة. كيلو القوطة والخيار بعشرة جنيه نصابة. السوق مهوش بعيد عليكي، روحي هاتي حاجتك بنفسي. ولا هي أمارة قرداحي؟ طب يلا غوري غوري، وانت شبه قفص المتهمين. قفص المتهمين اللي انت بتحبسي فيه زباينك؟ برا برا يا غشاشة. انا عليك يا مخنسرة. يلا دراعي ان ما كانت فاهمة في اي حاجة خالص. عندك حق. في واحد قباع على الاخر طالب مقابلة حضرتك. واحد مين؟ ما اعرفش، ما قالش اكتر من انه عايز يقابلك. بجد؟ طب استنى استنى شيل حاجتي شيل حاجتي. ايوه ده شغال ده شغال ده خليته خليته. اتفضل يا استاذ. صباح الخير يا دكتور. ايوه حضرتك، هقابلك بكره ان شاء الله. اشوف الرول. لا مش الروب، الرول. دقيقة واحدة. أيوة. في معاد من واحدة لاتنين. أوكي براءة إن شاء الله. مع السلامة. صباح النور.